استشهد ثلاثه مدنيين على متن مركبه كانوا يستقلونها اثناء مرورهم في الطريق الصحراوي بمنطقه الريان مديريه خب وشاف شمال شرق محافظه الجوف وذكر المرصد اليمني للألغام أن الانفجار أسفر عن استشهاد جابر بن حسن لكرش بالعبيد وعبد الله بن خميس لكرش بالعبيد وحمد بن عبد الله لكرش بالعبيد هذا وحصدت الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية حياة الآلاف من المدنيين في عدد من المحافظات وتسبب وتسببت في فقد الآلاف أطرافهم بشكل كلي أو جزئي وفق تقارير حقوقية.